النازحون في مديرية قفلة عذر في عمران يتجرعون ويلات العدوان ومرارة النزوح، حيث يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بلا غذاء أو مأوى، ما دفع بالهلال الأحمر اليمني إلى تقديم المساعدات اللوائية لتخفيف معاناتهم. معاناة إنسانية قاسية وأوضاع معيشية صعبة يعيشها هؤلاء النازحون في مديرية قافلة عذر بمحافظة عمران. شرودوا من منازلهم ومناطق سكنهم تحت وقع غارات تحالف العدوان السعودي الغاشم، فوجدوا أنفسهم في العراء بلا غذاء أو ماء أو دواء. هؤلاء ناس يعني عانوا من كارثة إنسانية كبيرة. هناك احتياج كبير، ندعو كل المنظمات الدولية لفت النظر حول هؤلاء النازحين. الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة بادر إلى تقديم مساعداته الإنسانية للتخفيف من معاناة هذه الأسر المنكوبة. أثناء تقديم الخدمات كخدمات أيضا في معانا خدمات استجابة سريعة من خلال المواد الإيوائية. واقع إنساني مرير يتجرعه النازحون في هذا المخيم يحيد بهم ثلاثي مرعب، الفقر والجوع والمرض، حيث يناشدون المنظمات الدولية النظر إلى معاناتهم والتخفيف من وطأتها. نطلب منهم الاحتياجات كما هي معروفة وواضحة، مواد الإيوائية. نطالب فريق طبي متنقل إلى المخيمات، كذلك معنا أمراض تم قصفها بالطيران. تغطية المخيم بكل لوازم، نرجو من الأخوة العاملين في هذه المساعدة منهم. عدوان أهوج قضى على كل شيء في البلد بحصاره وحربه ولأكثر من عامين، ما فاقم من المعاناة وزاد حجم المأساة، ومجتمع دولي يغط في سبات عميق. محمد الموهبي، اليمن اليوم، محافظة عمران.